قتل من الصيادين. حصار. الكهرباء قاطعة. مانع للسفر. دمرت الشعب الفلسطيني. لا ينخلوا تسكير معابر، الكهرباء قاطعة، المي قاطعة، فيش شغل، هاي الاحتلال. الاحتلال بحاول من 67 لغاية الآن الصيادين يفلتوا البحر. قتل من الصيادين، غرق لنشاتهم، بهدلهم، كلكمتهم، ما خلاش حيلتهم حيلة. النكسة دمرت الشعب الفلسطيني، هذا الشعب بيستاهلش انه ينظلم بهذا الشكل، لازم يرجع لأرضه. الاحتلال بيأثر علي كفنانة إنه بيمنعني إن أسافر أو حتى أعرض لوحاتي في الضفة أو خارج فلسطين. إحباط، مانع للسفر، قيود، ظلم، انكسار، انتكاس. الاحتلال يعني لما يكون مريض 6 شهور أو 7 شهور بطالب إنه يطلع يتعالج برا ويكون معه تحويلة ومش قادر لأنه الاحتلال مانعه، فهذا بحد ذاته أكبر احتلال يعني.